السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذة أصالة. نخش تو على القيمة المطلقة. تمام، قيمة مطلقة يرمزولها هيك. هذا رمز الشرطين هذينا، هنا شروط القيمة المطلقة. تمام، يقول لنا مقياس. تمام، باهي. القيمة المطلقة عندها شروط، شرطين. لما تجد الاكس اكبر من او تساوي صفر، رايح تجد الاكس قيمة موجبة. لما تجد الاكس اصغر من صفر، راي سالب اكس. هذا الشرط بتاعنا، او شنو القانون بتاع مقياس الاكس. تمام، تنفهموه نحن بعدين بالمسائل اكتر. المهم، القيمة المطلقة عندها خواص. اول حاجة، القيمة المطلقة لما مثلا عندي انا سالب 2 مثلا، لما نحط لها المقياس راح تساوي 2. يعني انا نفهم ان المقياس راهو يطير الإشارة السالبة. تمام، بيقال لك حتى قال لك راي لما تجد المقياس جوا ضرب، نقدر نوزع المقياس أنا على الإكس وعلى الواي عادي، صح؟ تمام، ونفس الجو على القسمة، لكن بشرط أن الواي ما تساويش الصفر. يعني هتجد ديك إكس على واي، يعني هتجد تساوي إكس على واي بشرط ان الواي ما تساويش الصفر. انا لو صارت الصفر هتقص واحد اخر. تمام، با شنو الاخرى؟ اكس زائد واي اصغر من الاكس، اصغر من او تساوي اكس زائد واي. هنفهموه اكثر في الهنية هنا، حتى اكس ناقص واي حتى لنا تستحقون، لما نستحقون في المسائل نقول لكم عليه. تمام، خلينا نخش تو شنو على حل القيمة المطلقة هذه. أمتى نستخدمها؟ في حل المتباينات المحتوية على القيمة المطلقة. تمام، خلاص. أول حاجة عندي طريقة حل، قلنا كل حاجة ناخذوها طريقة حل. احنا عندنا طريقة حل. أول حاجة شنو نديرو؟ أول حاجة إن لو جاتني المسألة إن مثلا هيك راهي تساوي إيش معنى هذه؟ معناتها إن الإكس تساوي أي أور الإكس تساوي سالب أي. تمام، هذه وحدة. اثنين، لما يقول لي ان مقياس الاكس اصغر من او تساوي الاي، معناته ان اكس اصغر من الاي او تساوي الاي واكبر من او تساوي سالب اي. رقم ثلاثة، تنفهمون في المسائل اكثر، حفظ ذينا وحفظ. الاكس لما تجد اكبر من مقياس الاكس، عفوا، اكبر من او يساوي الاي، هنا أنا معناته شنو؟ معناته إن الإكس أكبر من الأي أور الإكس أصغر من أو تساوي سالب أي. حفظ كله، حفظ. تمام، حفظ. باهي، آخر وحدة هي إكس قيمة مطلقة لكل مقياس الإكس لكل تربيع، نفسها هي شنو؟ الإكس تربيع. تمام. خلينا نشوف تو المسألة هذه، سهلة بكل. إكس ناقص 3 تساوي 7، مش قلنا مبذري لما تعطيني قيمة مطلقة؟ نرد لكم عليها، لما تعطيني قيمة مطلقة تساوي شو نديرو؟ إكس تساوي أي أو إكس تساوي سالب أي، صح ولا لا؟ هاي نديرو، هاي أعتقد الإكس تساوي إكس ناقص 3 تساوي 7 أور إكس ناقص 3 تساوي سالب 7. خلينا نحل تو ونطلع السالب 3 برا، راح تجد إكس ناقص 3 إكس تساوي 7 زائد 3، منها الإكس شنو تساوي؟ 10 أور إكس ناقص 3 شيل 3 غادي تجد تساوي سالب 7 زائد 3، منها الإكس تساوي سالب 4، صح ولا لا؟ با يبقى الاكس نديرو الاكس هذي، راهي الاكس تساوي 10 سالب 4، بس هذي بس. تمام، شوفوا المسألة الثانية، 4 اكس ناقص 5 مقياس طبعا تساوي
اكس زائد واحد. تمام، شنو نديرو توا نحنا بما انها تساوي، يبقى هنقولو اربعة اكس ناقص خمسة تساوي اكس زائد واحد، اور اربعة اكس ناقص خمسة تساوي سالب اكس زائد واحد. خلينا نحلوها، نخش الاكس ونضلو الخمسة. هتجد اربعة اكس ناقص اكس تساوي واحد زائد خمسة من ثلاثة اكس تساوي ستة على ثلاثة على ثلاثة. الاكس تساوي اثنين، اور اربعة اكس ناقص خمسة. اول حاجة خلينا نضرب هذه سالب، هتجد سالب اكس سالب واحد. تمام، سالب اكس سالب واحد مبا اربعة اكس، خلينا نكتبه من جديد عشان ما نلخبطش شي. سالب اكس سالب واحد، نشيل الخمسة ونجيب الاكس، هتجي لي اربعة اكس زائد اكس تساوي ناقص واحد زائد خمسة مبا. خلاص، اربعة اكس زائد اكس خمسة اكس تساوي أربعة، صح؟ منها هتقعد على خمسة على خمسة، الإكس شن تساوي؟ أربعة على خمسة. خلاص، شنو هتقول الإجابة؟ هتقول الإكس، هتقول الإجابة هتكون هنا، الإكس شن تساوي؟ اثنين وأربعة على خمسة. نسكر القوس، وهذه إجابة المسألة، مسألتين بتاعتي. أمباي، خش توا علي لما تخش لي إشارة تباين أنا في المسألة، شنو ندير لما تخش لي إشارة تباين في القيمة المطلقة؟ اثنين اكس ناقص ثلاثة مقياس اصغر من او تساوي سبعة. كيف نحل هذه؟ اول حاجة شن قلنا نحنا بدري؟ شن قلنا لما تجد في علامة تباين نشوفها اذا كانت اصغر او اكبر. هنا هنا اصغر، صح؟ يبقى شن ندير؟ يا اما يبقى شن ندير عفوا، اني انا نبي نقول ناقص اي قلنا عفوا، أيوة صح ولا لا؟ يعني هنقول ناقص سبعة، والإكس بتاعي اللي هي هذه اثنين إكس ناقص ثلاثة سبعة. تمام، خلاص توا شو نديرو؟ قلنا نفس المرة المتباينات كنا نحلو كيف سالب ثلاثة هذه بنطيرها هنا وهنا، صح؟ تجد ناقص سبعة زائد ثلاثة أصغر من اثنين إكس أصغر من سبعة زائد ثلاثة، هذه تجد ناقص أربعة أصغر من اثنين إكس أصغر من عشرة على اثنين، عشان تجد الإكس بروحها على اثنين على اثنين، تجد هذه سالب اثنين أصغر من إكس أصغر من خمسة. بس حتكون الإجابة شنو؟ إكس تنتمي مجموعة الحل متاعي سالب اثنين وخمسة، وهذه هي إجابة المسألة متاعي. بس هذه هي توا، خلونا نشوف المسألة. ثلاثة ناقص خمسة إكس أكبر من أو تساوي التسعة. تمام، أكبر من أو تساوي التسعة، شنو قلنا نديرو؟ إكس أكبر من أي أو إكس أصغر من أي، سالب أي، صح؟ هاي إكس أكبر من أي، يعني ثلاثة ناقص خمسة إكس أكبر من التسعة أو ثلاثة ناقص خمسة إكس أصغر من سالب تسعة، صح ولا لا؟ طب خلينا نطلع أنا توا هنا من هالقيمة دي، ناخذ ثلاثة نطلعها برا، هتجلي ناقص خمسة إكس أكبر من تسعة ناقص تسعة ناقص ثلاثة اللي هي ستة ب، خلاص ناقص على ناقص خمسة على ناقص خمسة، منها الاكس حتكون اصغر من او تساوي، تقلب على المتبين انه قسمت عليه رقم سالب ستة على سالب خمسة. هذه اول اكس طلعناها، نعد الاور الثانية هذه توا بنركز انا شوية انا في الاشارة خاصة، نطلع هذه برا، هتجد لي ناقص خمسة اكس اصغر من او تساوي سالب تسعة سالب ثلاثة، ناقص خمسة اكس اصغر من سالب تسعة سالب ثلاثة، اتناش سالب اتناش. تمام، ناقص على ناقص خمسة على ناقص خمسة برضو تقلب علامة التباين، تجد الإكس أكبر من أو تساوي
انا ما قلبتش انا. اوكي تمام، مخربطة بس انا، هي اصلا مقلوبة مش كيف، انا قلبتها يعني. تمام، حتيجي هنا شنو؟ ناقص 12 على ناقص 5 ما تختصرش، وهذه جبت المسألة بتاعي يعني، انا طلعت اكسين توا. تمام خلاص، نطلع مجموعة الحل هذه ومجموعة الحل لهذا. اكس اصغر من او تساوي هذه 6 على سالب 5 اصغر من، تمشي سالب ما لا يعني سالب ما لا نهاية. هذه مجموعة الحل بتاعي صح، هذه مغلقة وهذه مفتوحة، وهذه وهذه حتقعد هنا سالب 12 مثلا على سالب 5 اكبر من، حتمشي هنا يبقى من سالب 12 على سالب 5 الى ما لا نهاية، وهذه مغلقة. بما ان بينهن اور حننزلها الاور، اللي هي شنو الاور؟ اتحاد. يبقى نقولوا ان الاكس تنتمي لهذه اتحاد هذا، وهذه اجابة المسألة بتاعي تو. هذه تو، هي انا اول ما شفت المسألة لقيت ان اثنين حدين مطلقات، يعني شنو ندير تو؟ انا مش في الخواص من بدري خذينا ان نقدروا لما نديروا التربيع يطير كأنه يعني التربيع يطير المقياس هذا، خلاص خلينا نديروا تربيع نطيروا بين المقياس مش خير؟ نربع هنا كي لكل تربيع ولكل تربيع، هتقدي شنو؟ اكس زائد اثنين لكل تربيع تساوي اكس ناقص واحد لكل تربيع. خلينا نخشش هذا القوس جوا هنا، حيقعد لي اكس زائد اثنين لكل تربيع ناقص اكس ناقص واحد لكل تربيع تساوي صفر. خلينا نفكون هذين، نحنا هذا التربيع الاول زائد الاول في الثاني في اثنين اللي هو اربعة اكس، زائد ثاني تربيع ايوه ناقص، ندير قوس كي هذا تور نفكوه، الاول تربيع زائد الاول في الثاني في اثنين، عفوا اشارة المسألة هنا، الاول في الثاني في اثنين هو اكس برضو، اثنين اكس في اثنين ناقص زائد عفوا الثاني تربيع اللي هو واحد، ندير قوس سوا بصفر. تمام خلينا ناخذ المتشابهات مع بعضهن وجوابها. حتقعد نفكه اول حاجه، نفكه خلينا نضرب السالب جوا، انا باش ما ندوخش السالب ديما ينضرب جوا، لما يجي قوس الافضل ان نضربه. خلينا ننزل القوس بتاعي هذا، انا زائد 4 اكس زائد 4 ناقص اكس تربيع زائد 2 اكس ناقص 1 تساوي صفر، ضربت السالب جوا انا. تمام هنا سالب وهذا موجب يمشي، حتقعد لي 4 اكس 2 اكس اللي هي 6 اكس زائد 4 وناقص واحد، هتجد لي ناقص زائد 3 يعني 6 اكس زائد 3 تساوي صفر، نشيل 3 غادي، هتجد 6 اكس تساوي ناقص 3 على 6 على 6، منها الاكس شنو تساوي؟ نص، سالب نص، وهذه اجابة المسألة بتاعي بس. اوكي نحنا كملنا باب المتباينات، موفقين ان شاء الله.